I am Sunia Erawi. I am judo. زديت هنا في مدينة سلا دينا قريبة للعاصمة الرباط. ماما عندي 4 خواتاتي و ماما وبابا وواحد خوي. ميتو صافا سي ما بتيت نيس عزيزة عليا بزاف. الوقت الفراغ ديالي كنحاول نستثمره في القراية. تعجبوني الكتوبة صراحة. بديت جودو ملي كانت في عمري 14 عام. جودو صراحة حاجة زوينة بزاف في حياتي، بدل فيا بزاف هاد الحوايج كإنسانة. قبل ما نكون أتليت قدرت نجري بزاف ديال الأوقات الصعاب اللي داس في حياتي، قدرت تغيرت. قبل لا كومبيتيسيون كنخدموا بزاف لي زيكزيرسيس دو فيتاس ان بو دو تكنيك هكا باش كتكون فوكس اكثر على لا كومبيتيسيون. كنحاول ما امكن كنقرا لي روندوري هكا باش بالنسبه لي باش تكون بطل اولمبي خصك تخدم بزاف، ولكن الاكثر من ذلك خص يكون عندك بزاف ديال الاصرار وبزاف ديال العزيمه باش تشرف بلادك وتمثل بلادك في هذا المحفل الدولي. و غادي نضحي باي حاجه وغادي نخدم نهار على نهار نهار على نهار حتى نوصل للهدف ديالي، وهو نكون بطله اولمبيه وبطله العالم ان شاء الله، ونكون فخر للمغرب. بغيت نكون انا هي ليكزومبل ديال لا جينيراسيون اللي جايه، ونكون انا هي الانسبيراسيون ديالهم، حيت حنايا في المغرب قادرين وعندنا لو بوتونسييل باش نوصلوا. خصنا غير نثقوا في ريوسنا كيف ما الناس اخرين قدروا يوصلوا حتى حنا نقدروا نوصلوا. خص غير الخدمه والاصرار. I am Sumia Erawi. I am judo.